هذه هي جبال التركمان، وهذه هي الأدخنة المتصاعدة نتيجة المعارك والاشتباكات بين الثوار والمجاهدين وبين عصابات الأسد. معركة جديدة للثوار تنطلق هذه المرة من ريف مدينة اللاذقية، والتي أطلقوا عليها اسم أول الغيث قطرة، في محاولة منهم للوقوف بوجه مخططات النظام الساعية لعزل الساحل السوري. المعارك اندلعت على 3 محاور بين قوات النظام والجيش الحر في جبل التركمان بريف اللاذقية: محور خربة سولاس، ومحور بلدة بيت الحليبية، ومحور قصد المعاف. فعلى محور خربة سولاس تمكن الجيش الحر من تحرير مرصد خربة سولاس وتدمير 5 دبابات و3 عربات بي ام بي، بالإضافة إلى نصف برج المراقبة هناك وتكبيد قوات النظام خسائر كبيرة، مما أجبر ما تبقى من قواته إلى الهروب وأشعال الحرائق بالغابات المحيطة بالمرصد. تقدم آخر حققه الجيش الحر على محور بلدة بيت الحليبية، حيث قام باستهداف مراكز الشبيحة هناك وسيطر على البلدة بأكملها. انظروا فعل قذائف بشار الأسد، انظروا انظروا فعل صواريخ الأرض التي قصفها بشار الأسد، انظروا. حالة نزوح كبيرة شهدتها القرى القريبة المؤيدة للنظام نحو المدينة، فيما سارع النظام بإرسال الطائرات الحربية إلى ريف اللاذقية، حيث قام بقصف قرى مصيف سلمة وغمام والدغمشلية وربيعة بالصواريخ والقنابل العنقودية، بالإضافة إلى قصفه لمرصد خربة سولاس وبلدة بيت حليبية التي سيطر عليها الجيش الحر.